للمزيد مشاهدينا ينضم الينا ابراهيم عزت مراسل اون لايف. زميل ابراهيم، يعني اطلعنا على اخر ما استجد لديك. نحن الان اعلى كوبري اكتوبر، دقائق معدوده قليله ويصل هذا الموكب وسيصل هذا التمثال حديقة المتحف المصري، ربما 5 دقائق لوصولنا كي نصل من نزلة عبد المنعم رياض وبوسط القاهرة بالطبع، ومن ثم دخولنا المتحف المصري وتحديدا في حديقة المتحف. نعم. هذه الحديقة التي سيعرض خلالها التمثال عقب أن يخضع لعملية تلميع أثري، لأنه خضع الأيام الماضية حينما اكتشف في منطقة سوق الخميس بحي المطرية، خضع للترميم، ولكنه فقط غدا سيخضع إلى التلميع الأثري عقب عرضه للجمهور قبيل المؤتمر الصحفي الذي أشرت عنه أنت في بداية الحلقة. حدثنا إبراهيم عن التأمين في الشارع، يعني نلاحظ هناك بالإضافة إلى الموكب التأميني الذي يصاحب الموكب، موكب الكشوفات الأثرية، هناك يعني تأمين من قبل وزارة الداخلية على جانبي الطريق وصولا إلى المتحف المصري. نعم صحيح، هذا التأمين يعني المتواجد من بداية استشال هذا التمثال، وتحديدا في اليوم بالتأكيد هناك إجراءات أمنية كبيرة بعد الشيء عن الإجراءات الأولى التي اكتشف في الأثر الأيام الماضية. التأمين كما ترى في الصور التي تأتيكم مباشرة الآن، رجائي هناك درجات نارية لرجال الداخلية، وأيضا هناك عربات لوزارة الداخلية وتأمين بأكثر من شكل، هناك خطة موضوعة لنقل هذا التمثال بصورة طليق للحقبة التاريخية التي عاشتها وعصرتها في وقت من الأوقات، ويرجع تاريخها إلى أكثر من 3000 عام. نعم، هو الكشوفات الأثرية غدا سوف يتم عرضها في المتحف المصري، ولكنه هذه الكشوفات أعتقد الأثرية سوف تنتقل إلى المتحف الكبير. نعم سوف تنتقل بالفعل، هناك هذه هي معلومة جاءت لنا، ولكن كما تعلم أن المتحف الكبير يعني الذي من المنتظر سيفتتح في 2018، إذا ما بعد عام من الآن، ولكن هذه الفترة سيوضع في حديقة المتحف المصري المتواجد بوسط القاهرة في ميدان التحرير قبيل نقله مرة أخرى إلى المتحف الكبير. كما تعلم أن هذا المتحف الكبير هناك يعني بعثات كبيرة تعمل على قدم وساق لافتتاح هذا المتحف، فيكون هو المتحف الأكبر في مصر الذي يضم المقتنيات الأثرية في 2018، ولكن الآن سيقطن هذا التمثال في ميدان التحرير وتحديدا في المتحف المصري. نعم، فيما لو صلة بالاستعدادات، يعني بجانب الاستعدادات الأمنية في المنطقة المحيطة بالمتحف المصري في وسط القاهرة في ميدان التحرير، حدثنا عن الاستعدادات الخاصة بالمتحف والاستعدادات الخاصة باستقبال أو استلام هذه الكشوفات الأثرية على رأسها تمثال الملك رمسيس الثاني من قبل إدارة المتحف المصري. نعم هناك استعدادات كبرى يعني على قدم وساق، ليس فقط من إدارة المتحف المصري، ولكنها أيضا هناك استعدادات من وزارة الآثار، وأيضا هناك استعدادات من البعثة الفكرية الألمانية التي ستشرف على لحظة انتشال التمثال من أعلى هذه العرب التي أحضرتها إدارة التي أحضرتها القوات المسلحة، وهذه البعثة التي عملت على تثبيت وتغليف هذا التمثال أعلى
العربة أيضا هي التي ستشرف وستعمل على إزالة هذه المقتنيات التي يعني دعت إلى اهتمام ودعت إلى حماية هذا التمثال. دعني الآن رجائي، نحن الآن نزلنا في الفعل كما تتابع في هذا. نعم صحيح، في عبد المنعم رياض، إذن دقائق قليلة معدودة وسيدخل هذا الموكب الكبير الذي أمنته وزارة الخارجية بالاشتراك بالتأكيد مع القوات المسلحة إلى المتحف المصري قبيل استقرار هذا التمثال الذي تابع العديد من المصريين بترقب شديد هذا الاكتشاف المصري الأبرز والأهم كما أشرت أنت رجائي في بداية هذه المداخلة الهاتفية. نعم، نتابع الآن إبراهيم يعني اقتراب الموكب من المتحف، أعتقد هو يعني سوف يدخل إلى بوابة المتحف الآن. كيف ستكون التغطية الإعلامية بعد دخول التمثال؟ يعني كان معنا إبراهيم، كان معنا الدكتور محمود عفيفي رئيس قطاع الآثار، قال أن عندما يصل التمثال إلى مستقره في المتحف المصري استعدادا للمؤتمر الصحفي غدا، سوف يمنع اعتقد التغطية الإعلامية من قبل وكالات الأنباء العالمية والمصرية والعربية، نظرا لأنه سوف يتم عمل الترميم اللازم للتمثال اعتقد. صحيح رجائي، وهذا ما أكدته وزارة الآثار في البيان الصحفي الذي أصدرته أول أمس بتفاصيل نقل التمثال من سوق الخميس إلى المتحف المصري، وأشارت بالفعل عن هذه النقطة قائلة حينما يصل التمثال للمتحف المصري ستمنع وسائل الإعلام من المتابعة لأنه يخضع بالتأكيد للتلميع الأثري وأيضا يخضع بإشراف البعثة المصرية الألمانية لنزول هذا التمثال من أعلى هذه العربة للتمثال للمتحف كي يستقر في الحديقة. أنا الآن متواجد رجائي بوسط القاهرة بالفعل بميدان التحرير على يميني المتحف المصري حيث يتخذ الموكب اتجاه اليمين كي يدخل من البوابة الرئيسية بميدان التحرير بوسط القاهرة. نحن الآن التمثال بالفعل متجه إلى البوابة الرئيسية وهناك وسائل إعلام متواجدة كما أشرت رجائي. نعم. على بالخارج خارج المتحف، إذن هذه المعلومة صحيحة بعض الشيء. إذن تتابع الآن هذه الصور رجائي، أليس كذلك؟ بالتأكيد من الكاميرا الجوية نتابع الموكب ونتابع محيط يعني محيط المتحف، نتابع الحدث بشكل يعني كبير وشكل موسع. يعني أعتقد هي إبراهيم هي لقطات يعني للتاريخ، لقطات للذكرى نقوم برصدها الآن عبر شاشات أون لايف. يعني يمكن كمان أن يعني نستعرض معكم مشاهدينا بعض من الأخبار والتصريحات الصحفية التي تناقلتها وسائل الإعلام العالمية. يعني أكثر من صحيفة عالمية تابعت هذا الخبر، بدءا من الجارديان البريطانية التي تابعت الخبر وقالت أن اكتشاف التمثالين الملكيين من الأسرة 19 محتمل أن يكون، طبعا لم يتم التأكيد إن كان لرمسيس الثاني أم لا، وفقا ما ذكره دكتور محمود عفيفي أيضا من ضمن الصحف العالمية التي تابعت هذا الحدث صحيفة التلغراف البريطانية، وأفردت صفحة كاملة له متحدثة عن مواصفات هذا التمثال من حيث وزنه ومن حيث طوله، ووصفته بأنه أحد أعظم الاكتشافات الأثرية في التاريخ. وأضافت أن وزارة الآثار المصرية يعني أكدت أنه من أهم الاكتشافات الأثرية، نقلا بالتأكيد عن وزارة الآثار المصرية. ليس فقط التلغراف والجارديان البريطانية هم من اهتموا بمتابعة هذا الحدث على الصعيد الإعلامي، أيضا
هناك العديد من الشبكات الإخبارية، يورو نيوز مثلا على يعني سبيل الحصر أو سبيل المثال ليس الحصر، تبعت هذا الحدث وأيضا وصفته بأنه أعظم أو أحد أعظم الاكتشافات الأثرية في التاريخ، ونقلت عن البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة التي كانت في موقع الحدث والتي كانت تتابع هذا الحدث، والتي كانت طبعا يرجع لها الفضل في هذا الكشف الأثري. أيضا الاندبندنت البريطانية أفردت تغطية مهمة ومتميزة لهذا الكشف، ونقلت عن تصريحات خاصة من وزير الآثار المصري الدكتور خالد العناني. هذه التغطيات الصحفية العالمية نتابعها معكم، بينما نتابع الآن على الشاشة دخول التمثال من البوابة الرئيسية للمتحف المصري ليتم ترميمه وتلميعه. طبعا يعني علمنا أنه كان التمثال في منطقة مليئة بالمياه الجوفية، فمن الأهمية بمكان أن يتم ترميم هذا الحدث أو يتم ترميم هذه التماثيل والقطع الأثرية المهمة التي العديد من الصحف العالمية والدولية قامت بتسليط وإلقاء الضوء عليها. طب يلا بقى عشان نطلع اللينكات عشان نروح.